انا خفت عليك منها. موجة ما ينفعش حد يغلط معاها. وانا مفيش حد يعرف يركبني الغلط، طالما عملت حاجه في حد يبقى يستاهلها. لو حلوه يبقى عشان عجبني، ولو وحشه يبقى عشان حمار. انت عارف انا مشكلتي معاك ايه؟ اني عمري ما شفت حد زيك في حياتي. مش عارفه كتالوجك، مش عارفه اعمل ايه معاك. ما تعمليش حاجه، سيبي نفسك. بس اوعى تكون ناوي تزعلني تاني. شكلها كده ما فيها زعل تاني. اطلعي بره. جيت في ميعادك مظبوط. كنت عارف اني جايه. ها ما انت لو كنت اتاخرت شويه السوق كان هيخرب، ولا انت شايفه ايه؟ شايفه انك ولا مجنون ولا مستبيح ولا حتى الاتنين. انت حد عارف كويس قوي انت بتعمل ايه، لكن اللي ما تعرفهوش، اللي ما بيتاخدش برضايا، مش هتعرف تاخده غصب عني. لا ما انا خدته خلاص لما جيتي لي لحد عندي برجليكي. فودة اللي انت عايز تركب مكانه بيكبر السوق، ما بيخربهوش زي ما انت بتعمل. اللي يحضر العفريت مش قادر بس يصرفه، ده يحرقه كمان. ومحسوبك بقى قادر يولع في الدنيا دي قد اللي فاتت 10 مرات. سوق جديد، مش فودة بقى والسكرتة والحاجات اللي راحت عليها دي. واضمن ولاءك ازاي؟ عيب عليك يا مدام. الكار بتاعنا ده لا فيه ولاء ولا فيه عبير. الكار بتاعنا ده اللي بيحكمه القرش. وطالما في قرش والدنيا حلوه هنفضل حلوين. بس خلي بالك، انا مش زي فودي. انا اللي بيزعلني بوجع. وانا شيء. بس أنا اللي بيزعلني بيزعل من زعلي. طب هو يعني يا أحمد ما ينفعش تكلم الدكتور ولا تستسمحه يرجعك؟ استسمحه؟ إيه شغل الخدامين ده؟ أنا دكتور صيدلي، تناسي ده ولا إيه؟ طب خلاص ما تزعلش نفسك، أنا كنت بس بحاول أتكلم معاك. تكلمي؟ كفايه كلام بقى لحد كده. واللي احنا فيه ده كله بسبب كلامي. بسبب كلامي؟ وانا قلت لك ايه يعني؟ مش قعدت تزني في الفلوس والشغل والزفت لحد ما اضطريت اخش في القرف ده كله عشان اعرف اكفيكي؟ وانا لو قلت لك تشتغل في الغلط؟ مكنتش قدامي غيرك. يبقى ما تلبسهاش فيا، ولا انت ما بتحبش تشايل روحك، لازم ترمي على غيرك. ما تكلمنيش بالاسلوب ده. وما انا اكلمك بانهي اسلوب يا دكتور؟ ما انا حاطه كزمه في بقي وساكته ما بتكلمش، وانت مضايق عليا وكاتم على انفاسي. ولا بنت عادي مش مشكله فوتيله، لكن تشايلني حاجه انا ما عملتهاش؟ لا عندك بقى. ولا انت كل الناس عندك ولاد كلب غلطانين وانت ما بتغلطش؟ عندك حق، انا استاهل. مصلحه ايه دي اللي تخليها تجيلك لحد اوضه نومي؟ ما كنت واقفه قدامك، ما سالتهاش انت ليه؟ وبعدين هو في ايه؟ هو اللي رحت لها ولا هي اللي جت؟ كنت عايزين اعمل ايه؟ ما هي دي المشكله. بص يا بوشي، اللي بيني وبين موجه شغله بس. هتحوري بقى وتدخليه في شغل غيره ونسوان انا ماليش فيه. خليني منه الكلام ده. أصل أنت متعرفهاش قدي. ما تشتغلش معايا يا سيد. صدقني ده عشان مصلحتك مش عشاني أنا. يعني إيه؟ يعني ما اشتغلش معاها؟ ما ينفعش.
السوق كله تحت ايديها، هروح منها فين؟ انا خايفه عليك يا سيد، وخايفه تروح مني. بعد اللي حصل النهارده انا اللي خايف عليك منها. يعني ايه؟ يعني موجه خلاص حطيت في دماغي، مش ترضى ان انت تشاركيها فيا ابدا. انا شايف ان احنا هنفضل صحاب، صدقيني ده عشان مصلحتك، خلينا نبعد شويه. هي اللي قالت لك كده؟ ده انا كنت موتك وموتها. انت ما تعرفش انت بقيت ايه عندي. ما ينفعش تسيبني. طب خلينا نتقابل في اي مكان غير ده، بلاش هنا خالص. مش هينفع بوشي، مش تفرق كتير اي مكان تاني زي هنا. بس مش عايزك تخافي، أنا بعمل كده عشانك. اسمعي الكلام، أنا مش هبعد عنك، بس خلينا نبعد شوية وأنا هطمن عليك من وقت للتاني. ودي حاجة بسيطة بقى للنانوس لما يشرف إن شاء الله. يا نانوس عين أمه حبيبتي، يا مساء إلهي ربنا يكبر بخاطرك يا أختي ويسلم خطوتك يا رب. تعيشي يا أختي. يا أختي أنا كنت حاملة هم مشوار زي ده، كل ما أنوي المعلم يردني ويقول لي أبدا ما أنتيش متحركة من مكاني. يا وليه خايف عليك وحافظك، خايف عليك كده لغاية ما سيد الناس يشرف، بعد كده أقسم بجلال الله مالك غير الصرمة القديمة. يا لهوي. يا حبيبتي يا ميسا تسلمي لي يا حبيبتي، متشكرة قوي. شايف يا معلم؟ شايف حلاوتنا قوتها؟ اه مال اهو انا جبتها لك لغاية عندك اهو، اكتبي بقى اللي انت عايزاه في ورقة وهي تجيبه لك كله، وانت اطمني برضو حلاوتك موجودة على كل مشوار، هديك قرشين ساخ. يا لهوي ده تصرف بقى. لا يا اخويا لم ايدك، انت جاي لك عيل. ان شاء الله ان شاء الله. يا وليا ايه؟ بتقومي تعملي لصاحبتك كوبايه شاي ولا حاجه؟ ايه البخل اللي انت فيه ده؟ حاضر يا اخوي حاضر. بالراحه يا اختي. يلا يا اختي. بقول لك ايه؟ كلمتيه؟ لو النبي يا عم سلطان فكنا انا من الليله دي، ده انا لسه بتكلم معاه، لقيته هب في وشي وفرج عليا اللي رايح واللي جاي. كلمه انت يا عم سلطان، ده حتى تربيه ايدك، ولو ما سمعش من الناس كلها هيسمع منك انت. ما انا كلمته ميشه، بس هو مسطر لي الطرش، واضح كده ان كلامي ما بقالوش حاجه عنده. وانا مش حامله غضبه تاني، انا ما صدقت لبست الدبله دي في ايدي. خلاص يا ميزه، انا عملت الواجب اللي عليا وفطمتك، وانت حره بقى، بس بعد كده ما تجيش تنوحي في البرنامج بتاعي مره واحده. طب اطلبي حاجه خفيفه شويه يا ارحام. لو حتى يعني تحت التدريب حضرتك، انا مش عايزه فلوس، انا عايزه بس اتعلم وادخل الكارير. للأسف ما ينفعش، أنا معايا كتيبة موادين بروفيشنال بيجهزوا لي كل حاجة، وده مش مجال أجرب فيه حد ما معهوش سي في كبير. أنا آسفة يعني إن أنا فرضت نفسي على حضرتك بالطريقة دي. لا 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 ولا يهمك. بصي أنا عاجبني حماسك جدا يا رحاب وعايزة أساعدك، لكن في سكة تانية ممكن تنفع فيها. اللي هي إيه حضرتك؟ لاير تاني في الإعلام. صحيح هو مش متشاف للناس لكنه مؤثر جدا في صناعة الخبر. تحت أمرك طبعا. بس ده مش قاعدة مكاتب ورحرحة، ده محتاج لتعب بجد. التعب مش مشكلة يا أستاذ عادل، ما أنا كده كده بتعب، بس لو في الحاجة اللي أنا بحبها هيبقى لها نتيجة. ماشي، خدي الكارت ده بتاعي خليه معاكي، كلميني بكرة علشان نحدد ميعاد نتكلم فيه وأعرفك كل التفاصيل. أنا متشكرة قوي يا أستاذ عادل، بجد مش عارفة أقول لك إيه. ربنا يخليك يا رب. ميرسي. ما تأخذنيش يا معلم، بيني وبينك خفت إلا بيتي يتخرب وأنا مسقع البضاعة، بس أهو جبرت والليلة عدلها بقى قد الأول 10 مرات وزيادة.
تعرف يا معلم شندي، المرة اللي فاتت لو كنت سمعت كلامي للآخر وعملتها وانت مطمن يمكن ساعتها ما كنتش عجبتني. ليه لا مؤاخذة؟ يعني كنت تبقى زيك زي أي حد، عايز أي مصلحة وقرشين وخلاص. بس لما رميت نفسك بقى في الخسارة عشان خاطري وكبرتني، ساعتها عجبتني، وهو ده اللي أنا عاوزه. أنت اللي زيك جدا يا كبير، قريتها من أول ما شفتك، ولمحتها في عين فوضى وهو بيبص لك، زي اللي كان عارف إنك أعلى منه وخايف لا يجي اليوم اللي تركب عليه فيه. الله يسهله بقى. وشفت في عينينا إيه؟ يعني مش قارين يا كبير. أحب أسمع منك برضه. ماشي. ما يخافش إلا اللي داخل الليلة مش قدها، مش مفنطها صح. وأنا تمام عرفته معاك. آخر أكون في ظهرك، أسمعك وأقول أمين. مش ضعف إلا سمح الله. وحياة بنت جنى محبة. سيدي. ربنا يديم المعروف، ومعايا هتلاقي الدنيا حلوه. واجبك واصل وزياده. وانا عايزك ترميه كمان في السوق وتزوده. البضاعه دي عايزك تفرفش بيها السوق، ترميها كلها وبسعر احن من القديم كمان. انا عايز كل واحد ماسك سيجاره او تذكره يعرف ان سيد بخارست ممسي عليه. احلى مساء. خير يا فندم؟ حضرتك كنت عايزاني؟ قولي لي يا رحاب، هو مش المفروض البنت وهي شغالة ما تتكلمش كتير مع الزبون وما تقربش قوي منه ولا ايه؟ وهو حضرتك شفتيني بعمل كده مع حد؟ لا انا شفتك بتعملي اكتر من كده. اكتر من كده؟ انا مش فاهمة حضرتك بتتكلمي عن ايه بصراحة. انا اللي مش فاهمة انت عايز توصلي لايه؟ هو انت فاكرة انك لما ترخصي نفسك لعادل ولا لأي حد غيره هتوصلي لحاجة؟ ولا حاجة. هتضيعي، هتضيعي زي كل اللي ضاعوا. اللي هما مين؟ انا كل اللي حواليا وصلوا اللي هم عايزينه واكتر كمان، وانا واقفه مكاني بتفرج محلك سر. تكلميني عن الرخص؟ امال اللي انا فيه ده اسمه ايه؟ اقعدي تحت رجلين اللي يسوى واللي ما يسواش ده اسمه ايه؟ سكوتي عن الرذاله والسخافه وقله الادب ده اسمه ايه؟ واحلامي، احلامي اللي بتضيع قدامي دي، عمري اللي بيروح ده، كل ده تسميه ايه؟ وانت فاكره ان اللي انت بتعمليه دلوقتي ده هو اللي هيرجع لك احلامك؟ هتبقي مبسوطه وانت بتثبتي للناس انك جامده وانك وصلتي زيهم؟ طب افرضي انك وصلتي، هتخسري نفسك عشان مفيش حاجه في الدنيا دي من غير تمن. ما انا كده كده بخسر وما باخدش اي حاجه. بس انت ممكن تكسبي روحك يا رحاب قبل ما تضيعيها. يا اخوانا اجتهدوا بالله، كل واحد فلوسه هترجع له على دار مليون، بس الصبر شويه. صبر ايه يا معلم سلطان؟ انت بعت لنا الهوا ولا ايه؟ عليا الحرام، الفلوس دي لازم ترجع. حرام كده يا معلم؟ حرمت عليك عيشتك. بس يا حوكة، حرام يا اخويا، ده انت كل اللي دافعهم كان ملطوش عمي، امال لو دافع مليون جنيه؟ شوفوا بقى اخر الكلام، اللي هيصبر على راسنا من فوق، اللي مش هيصبر يشتكي للحكومة. والحكومة هي اللي هتجيب لكم فلوس. اهلا يا بولبول، تعالى اقعد. اقعد يا ام معايا. معاك ايه؟ على فين يا بولبول؟ على الاسم يا حبيبي، وهناك تستفي مع الحكومة، لا اما ترجع للناس فلوسها، لا اما تفضل في الاسم لحد ما يبان لك اصحاب. لا لا لا، هي بقت كده. وابو كده قوم، انت لسه قاعد؟ طب اوعى طيب ما تمسكش ايدك. قوم. اوعى. يومين في شرم الشيخ، هتقضيهم مع حد مهم قوي بالنسبة لي. المهم عندي انه يطلع مبسوط. الو، معلش كنت نايمة. عندكم غسيل غامق؟ ما تردي يا بنت منك ليه؟ بعدين يا نصرة بعدين. كاتكو قرف حبيبي يا احمد، عندك غسيل غامق؟ اه يا نصر، وانا البيت. ايه وايه؟ مالك سرحان كده ليه؟ اوعى تقول لي مزاج، حكم انا رقمك طول اليوم. عادي يعني. عادي، والنبي السرحة دي سرحة واحد بيحب، لا وكمان هيمان. احب ايه بس يا نصر؟ انا فاضي للكلام ده. بصني هنا بشوقك. ان شاء الله ما قلت، بس اسمعها ابن اختك نصرة، انا مجربها يا واد. الحب رزق، لما ربنا يقسمه بين اتنين
ما بيحسوش بقيمته طول ما هو مخنوق بينه. لازم يطلع للنور يا حبيب. عارفة يا نصرة؟ ساعات لما بنحب حد نخاف نقول للناس إن إحنا بنحبه. الدنيا بقت وحشة أوي. تحسيها مستكترة تشوف حد فرحان أو مبسوط. لازم تحاربه. كأنها عايزة تجبره إنه يفضل عايش لوحده لحد ما يموت. بص يا حبيبي، الحب غالي وعزيز. لما يجيلك لازم تقف قدام كل الناس وتواجههم بيه، حتى لو هم يا اخويا مش عايزين. لكن لو كتمته عمرك يروح، وترجع تقول يا ريتني. هقوم الم الغسيل. زاكر اللي قولي لي يا ميسا، هو انت طالقه مين ورايا يجيب لك اخباري؟ ابن خالك مش كده؟ الله وفيق يا سيد، ما تسيب الجدع في حاله. ام مين يا بنت؟ ما تنطقي. عم سلطان ارتحت؟ جاني هنا وقال لي ان انت خلصت على معاوض وان انت عوزت ايدك بالدم. ليه يا سيد؟ ليه كده بس؟ سلطان؟ طب سلطانه غايبه منه طول عمره كلنا عارفين. ايه اللي دخلك انت في الحوارات دي؟ ما انت راسي على كل حاجه. راسي على حبه شقاوه كده، كام فرش كده تطلع منهم مصلحه، كام عركه كده وبس. اللي ميسا قلت لك قبل كده لو كلمت في المواضيع دي تاني هزعلك. انا حايش روح عنك بالعافيه. السكه دي هتقسي قلبك يا سيد، ولو قلبك قسي انا اول واحده هتدوس عليها. اسمعي بقى بنت الناس، انا ما كدبتش عليك، انت من الاول عارفه انا شغال في الشمال، مش داخل عليك عامل فيها دكتور سنان. عارفه وربنا، بس لازمتها ايه السكه دي؟ لازمتها ايه؟ لا شوف يا بنت الناس، لو فاكره الدبله دي هتلف حوالين رقبتي تبقى غلطانه. مش سيد بخرست ان حد يقول لازمتها ايه. لو على قلبي ادوس عليه بالجزمه، انا ماليش عزيز. لا ليك يا سيد، وانا هفضل وراك لحد ما اطمن. ياه ايوه، امال انت فاكر رابطتنا دي ايه؟ ب 200 300 جنيه دهب قشره؟ لا انا ليا فيك اكتر ما ليك. يبقى انت كده جبت النهي يا ميس، ولو على الدبله ارميها في الزباله ومات الكلام. أنا بيه؟ إيه كل ده؟ حط الحاجة دي هنا واطلع أنت بره يا شيحتة. حاضر. إيه الغغا اللي أنت عاملها دي؟ غغا؟ هي حصلت تنابيل أنا تعمل معاها كده؟ عشان يرسل لي راحة ولا جم؟ عشان تحبسني؟ أيوة، خش عليا بقى بموال العيش والملح وهانوا عليك يا بولبو. عيش وملح ليه؟ وأنت صنت العيش والملح ما دوست عليه بجزمتك. إيه؟ تعال. أيوة. اقعد هنا ريح. انت عبيط برضه؟ صدقت اللعبه اللي انا عملتها على الجعرات اللي كانوا قافشينك دول عشان ما يجيبوش كرشك؟ لازم كنت اخلصك من وسطيهم. الحكايه مش كده خالص. امال الحكايه ايه بالظبط؟ فيلم، وكنت لازم اسبق فيه دور الحكومه عشان ياكلوها ويحلوك بدل ما يموتوك. انت مالك قاعد متصان في امان في حمى الحكومه لحد ما لقى الجعر اللي قافش منك الفلوس وهرب؟ ماشي، افضل انا بقى قاعد هنا لغايه ما تلاقوا امه؟ لا يا اخويا، انا مش حبيت في الاسم. هو انا رميك في الحجز؟ ده انا مقعدك في اوضه طويله عريضه شرحه بحري 100 فل و17، تصدق دي استراحه المأمور. ويا اخي كده يبقى انا مشيلك جملتين. لا يا اخويا، خلي الجملتين دول ليك، ابقى شيلهم انت، وان كان على ربيع انا هعرف اجيبه، انا ما تخافش عليا. بطل تهجيز بقى وركز معايا. انت ايه؟ بص اقعد نقلق انت في الحاجات دي، وانا هطلع مأمورية وهرد لك على طول، والحكايه دي هتخلص على اخر النهار بكره الصبح بالكتير لحد ما نجيب الواد ده. ماشي؟ يلا سلام. يلا ايه؟ انا بيه بقول لك ايه؟ انا مش جاي انا بيه. انت بقول لك انت بيه انت. ماشي يا بيه. مالك متوتره ليه؟ لا لا خالص، انا كويسه، بس يعني رهبة الحاجات الجديدة وكده. دي أول حاجة لازم تسيطري عليها، الرهبة.
لو عندك استعداد انك تتعلمي زي ما بتقولي، لازم تعرفي ان كل يوم هتقابلي ناس جديده وحاجات جديده. لازم تتعاملي معاهم على انهم هدف، كانهم فلوس الهوا مطيرها وانت بتجري وراها وفرده دراعاتك وعايزه تمسكيها بكل هدوء وبابتسامه كمان. تمام، بس هو ايه طبيعه الشغل بالظبط؟ شوف يا رحاب، الاعلام كل يوم بيتطور ومفرداته كلها بتتغير، والسريع فيه هو اللي بياكل البطيء. ازاي يعني حضرتك؟ يعني اللي قاعد مستني الخبر غير اللي بينزل يجري ورا الخبر علشان يعمل سبق صحفي، غير خالص اللي بيصنع الخبر. هو في حد يقدر يصنع الخبر؟ ده الجديد في الصحافة الإلكترونية وفي الإعلام الغربي بشكل عام، ودي طريقة بتعتمد في الأساس على مهارة المحررين في إنهم يتزرعوا في وسط أوساط مختلفة وغريبة عن المعتادة للناس، ويحركوا الأحداث ناحية الحاجة اللي عاوزين يصنعوها. دي حاجة كده شبه شغل المخابرات يعني؟ يعني حاجة شبه كده. كل حاجة في الدنيا بتعتمد على المعلومات، والمعلومات موجودة طول الوقت قدام كل الناس، لكن اللي بيحللها وبيبني عليها صح هو اللي بيقدر في النهاية يصنع خبر عظيم يقلب الدنيا. وحضرتك شايف يعني ان انا اقدر اعمل كده؟ معايا هتقدري. حرام عليك، خلاص يا جدعان، خلاص كل قرش يقطع ده المليم. اهدى بقى، ليها 3000 جنيه ومعايا وصل بيهم، ولولا كرامتك في السوق انا كنت طلعت على النيابه. يا بت يا جدع ما تصبر، ده المعلم سلطان يعني خيره على الحته كلها، ولا ولد تنسوان على الفاضي. بقول لك ايه يا عم الحاج، مالكش فلوس عندنا، وادي الوصل بتاعك اهو، ليك شوف اي حاجه. خلاص يا صلاح، خلاص في ايه؟ مالك يا جدع، خد يا عم فلوس الغرفه ده. يلا يا جدع في ايه؟ كمل انت يا سيد. كمل، راح فين ده انت ابني؟ كمل يا عم، انا مش ابني، انا ابن كلب. شيل عنه ليه يا ابو خرست؟ يا عم انت مالك، اشيل عنه ولا ما اشيلش؟ ما هي فلوس. يسترك ربنا يا سيد، زي ما سترت الراجل. بقول لك ايه، ما تنساش بقى ميعادنا عشان تشوف الفيلم. ها، اوعى تفص انت التاني. لا ما تلاقيش، بس عندي مشوار اخلصه على السريع واجي لك على طول. ما تسيبنيش لوحدي يا سيد. ها، ده انت عارف بقى اول طريق الشهره. ماشي يا نجمه، بس ما تمشيش تدنك علينا. ها، ما اقدرش يا اخويا. يلا طيري. ماشي. انت مش خدت فلوسك يا عم؟ اتكل على الله. خير يا صلاح، جالك خبر يا حبيبي من ابوك ولا حاجه؟ وهيجي منين الخير وانت اخبارك مزهزاهه في الحاره كلها؟ صلاح، انا الحمل تعبني يا اخويا ومش حمل منهده. خش في الكلام دغري وهات اللي في عيبك على طول من غير ولا اصل ولا فصل. طب ما تجيبي انت بقى اللي في عيبك وتقولي لي انت ايه حكايتك؟ انت مسلطة عليا ولا مخنوقه من الدنيا وعايزه حد يخلصك منها؟ نعم يا عينيا، يخلصني ده يا صلاح؟ لا يا حبيبي، اظبط كلامك واعرف انت فين. ولا هو اول ما ابوك يروح في حديد تيجي تمسك في نسوانه؟ يا ربنا رحمه انه مش هنا. شوفي بقى، اما اقول لك حطيتي عينك على الراجل سبتهولك تشبعي بيه، وهو ربنا بيبليكوا ببعض. انما بقى شطانك يوزك وتقربي من حقي او حق امي واللي خلق الخلق، اخليكي تندمي على اليوم اللي شافك فيه. اه قول كده بقى من الصبح. نارك قايدة عشان كتب لي البيت باسمي وغير العدادات، مش كده؟ كلامك مش معايا يا اخويا، كلامك مع اللي باع وسجل كل حاجه في الشهر العقاري. وبشوق انا ما ضربتوش على ايده يا عينيا. لو انت الصدق ضربتيه على نفوخه. قعدت شغال اسطوانه الواد جاي نصيبه، صلاح المفتري اللي هياكل حقه، لحد ما جبت الراجل على بوزه وكتب لك كل حاجه. طب ومال؟ ما هو ابنه زي ما هو ابني، ولا انت عايز تكوش على كل حاجه لوحدك؟ النهايه من الاخر يا مره، زي ما وزتيه ضيع تقعدي على نفوخه لحد ما يرجع، والا وحياه النونه ما هخليكي توعي تشوفيها. وبقول لك ايه، انا مش هاجي اهدد تاني، لو شفتيني مره كمان تعرفي ان انا جاي ازيك. ماشي يا النونه. النبي أنا مكسوفة يا حماد، حاسة إن كل حي بيعدي كأنه بيبص عليا ويقول إيه الولية دي اللي عمالة تعمل زي العيال. مين ده؟ طب خلي أي حد كده يبص لك بصة ولا يتكلم كلمة، على الحرام من ديني أجيبه دمه سايح تحت رجلي. اهبط يا حماد، هو أنت يا أخويا مفرط في صحتك والسلام؟ طب ده إحنا فاضل لنا نشبك إيدينا في إيدين بعض ونمشي زي التلامذة. وماله، اما التلامذة احسن مننا في ايه؟ بس يا حماد اختشى الله. يا نصر، بس بقى هتشيل هم الناس لحد امتى؟
أنا فاكرة وأنا عيلة كانت أمي الله يرحمها تحطني في حجرها عشان تدفر لي شعري، وتقعد بقى تحكي لي عن قصصها هي وأبويا قبل ما يعقدوا على بعض، وحكايات وروايات. الله يرحمك يما، كانت أيدة شمعته على راسها. طب وانا امتى بقى هتيدي شمعتي؟ انا قيد لك صوابع العشرة شمع، بس لما يحصل ويحصل على الحرام من ديني اللي هيحصل. بتحبني يا حمادة؟ بحبك. يا نهار ازرق يا نصرة، انت لما كنت بتعدي من قدامي بس في الحارة كان قلبي بيتزلزل من مكانه. طب بس يا اخويا ما تقولش اكتر من كده، انا عارفة نفسي بتمرع، ولما اتمرع بقى محدش يعرف يلمني. وهو ده اللي انا عايزه، تدلعي وانا عاصلك، فتسوقي فيها فنخ انا بقى لحد ما اقع لك دور رقبتي. اسم الله عليك. هي نصرة هتتأخر يا رحب؟ مش قوي، زمانها راجع. ما تقولي يا بنتي ايه اللي مزعلك، ولا هو يا نصرة يا بلاش. هو انت فاضيالي؟ انا قاعده جنبك بقالي ساعه. وادي قافله اهو. ها اتفضلي قولي مالك. اوعي يكون سيد رمال الدبله اللي خلصت يا سامي. يا نهار اسود، امتى حصل ده؟ كانه كان ناويها، ما دوراش حتى في دماغه ولا خد وقت عشان يشاور عقله. ده هما كلمتين قلتهم مش على هواه، هبت النار فيه وبخاف وشي. طب هدي نفسك يا حبيبتي، ما تكبريش الحكايه. على فكره هم الرجاله كلهم كده، لما بيتعصبوا بيجيبوا اخرهم على طول، وبعد كده يندموا على اللي قالوه. انا متاكده ان هو هيجي بكره ويصالحك ان شاء الله. لا يا رحاب، انا شفتها في عيني، كانه ندمان ان هو تمنها، كانه كنت مغصوب عليه وراميه نفسي عليه. وهو سيد برضه عمره عمل حاجه غصب عنه؟ لو ما كانش عايزك كان سابك من زمان. سيد بيحبك يا موسى. كان يا رحاب، سيد رجع مش زي الأول. قلت معلش، بعيد عن العين بعيد عن القلب يا بنت، قربي منه، فكري بيكي. وأول ما جه وشبكني طرت من الفرحة، قلت خلاص رجعنا زي زمان. أتاري كان مغصوب عليا عشان شكله قدام الناس وقلبه كان خالي. لا يا ميسا، أعوذ بالله، ما تخليش زعلة صغيرة زي دي تدخل الشيطان بينكم. شيطان؟ والشيطان يجي فينا إيه؟ أقل الشيطان بيجي دغري عشان يأذيكي، إنما البني آدم بيقرب منك ويحبك ويشتري روحك لحد ما يعصرها، بعد كده يسحب ويروح. كده برضو يا ميسا؟ سيد أخويا شيطان؟ طوعك لسانك تقوليها؟ اتقطع لساني لو كنت قلتها، إنما هو الدنيا واخدة مني. طوعته أول مرة وبعدته عني، طوعته برضو إنه بادي وداس عليا بالقلب. صلي على النبي حبيبتي، صلي على النبي. اهدي يا ميسا، ما تعمليش في روحك كده، استغفر الله العظيم. كنت فاكرة إني خلاص خدت حظي من الدنيا وجبرت على كده، لكن وأنا معاه قلبي ياخدي بيدق زي الرهوان من أي كلمة يقولها، وعينيا تفضل مفنجلة طول الليل، أعيد وأزيد في الكلام اللي قلناه لحد ما نام. ولما نام بقى، أيوه بقى، أحلم بيه برضك. هو إيه اللي جرى في الدنيا يا ولاد؟ بقى هي دي نصرة اللي كانت تشخط الشخطة تهز أجدعها شنب، بقت تنحنح وتزمر. جرى إيه يا ولاد؟ انتي عايزاني افضل حاطه وش الذكر ده لحد امتى؟ ايوه لحد امتى يعني؟ لحد ما الاقي راجلي اللي يستاهل الدرى وراه ويقعدني يستتني، اشاور بايدي كده يجيب لي كل الدنيا تحت رجلي، وما انا بقى اقعد عايد واتامر. الله يرحمها امك، ابوكي رفعها تحت باطم بجوز صفيح ومغرفه ودن قطه. طب وحياه امك ان سدتي بقك ده، يلزدله على وراكي. اي يا ولية هتقدمي لي وراكي، وبعدين بقى شوفي بقى مين هيرقص لك في فرحك. فرحي؟ ايوه فرحي،
ولا المحروس ناوي ياخد كده سكتي مكتي؟ لا هو اذا كان علي عايز يكتب الكتاب النهارده قبل بكره، انا يا اختي اللي مفرملاه. مش معقول يعني يكتب كتابه بالليل يصحى الصبح يلاقيني جايبه له عيل عنده 14 سنه. يا لهوي عليكي يا نصرة، لو انت لسه ما قلتلوش يا اختي، يا اختي كنت زرقتيها في اي قعده حلوه. كنت هقولها نبي، كنت هقولها، بس ما اعرفش ليه لساني اتعقد. خايفه يا اختي لا يفتكرني بضحك عليه يقوم سايبني. لا يا نصرة انا مش معاكي في ده، انت لسه على البر يا اختي، قولي له ردي خير وبركه، ما رضيش يبقى تنهي الموضوع بدري بدري، غير كده تبقي بتضحكي على روحي. وانت مش حمله قهره تانية يا عينيا. عندك حق يا اختي. نعم، البضاعة اللي استلمتها وزعتها كلها خلصت؟ هو لا مؤاخذة الاستغراب في ايه؟ ان انا ما اقدرش اوزع كمية زي دي، ولا هو ده كان اخر المعلمين بتوعك؟ هو ده اخرهم، لان في طاقة للسوق، والطاقة دي ما بتتغيرش من يوم وليلة. لا بتتغير، ومن ساعة لساعة كمان. حجم السوق اللي انت بتتكلمي عنه ده اللي بيحدده المعلمين، فوضى وعرابي والوسان، هم بقى مشكلتهم ان هم بيتعاملوا مع المخدرات ان هي حاجة بتسطل وبس. امال انت شايفها ازاي؟ انا شايفها زي بره، المخدرات ما ينفعش يبقى مقفول عليها للكيفه وبس، لازم تبقى موضه، لما مؤاخذه كده زي ما بتقول لايف ستايل. وده ممكن يتحقق ازاي؟ هنعمل لها اعلانات. نعم، انت شارب لك سيجارتين وجايين يهبوا عليا هنا بقى ولا ايه؟ اسمع مني واشتري في الهادي، المخدرات دي سلعه زي اي سلعه، لازم نعمل لها اعلانات عشان تتباع اسهل واسرع. المخدرات دي السلعه الوحيده اللي مش هيبقى فيه ناس بتبيعها وناس بتشتري. امال هيبقى فيه ناس بتعمل ايه؟ اللي بيشتري هيبقى بياع، واللي هيبيع هيرجع يشتري تاني، سلم طالع نازل من فوق لتحت، سوق مفتوح ملوش اخر، واللي هيقع هيدخل مكانه 10. حلو. وده ياخد وقت قد ايه عشان تبان نتايج؟ ياخد زي ما ياخد، ورانا ايه؟ طول ما انت معايا ما تخافيش. يا حوكة إلا ما في ماتش ولا حتة أوروبي يعني عشان ملزقنا كده جنب بعض، إيه الحكاية يا عم؟ حتة أوروبي؟ ده أنت يجيلك جلطة، ده أنت أغرق قناة التت وهم دقيقتين ونص وبتفرفر، هدي أعضائك كده بدل مسحلك وكله عند الحكومة. إيه الرصة دي يا حوكة؟ الست يونا أبو صلاح هتطلع في التلفزيون عاملين فيلم عن قصة حياتها وإنجازاتها الفنية. طب هدى يا بول، هو سلطان استحلى قعدته ولا ما كانوش ليلتين على البول؟ لا اصل بيقول لك طلعت الساحل كانت شديده عليه، خدها عم رايح جاي. خليه يجرب ما جايب مراته، لما هتغرقه وتغرقني. سلام عليكم يا رجاله. الصلاه على الصلاه يا نجمه مصر. ازيك يا سلموحه؟ عسل، اقعدي على مجيلي. الله، وانت رايح فين؟ 5 وهجيلك. ما تتاخرش. ريح الغالية. ريحتها يا اخويا. قولي الفيلم ابتدى؟ يا ولية اهدي شوية، مش لسه في اعلانات؟ الف مبروك يا ست يونيا. تشكر تشكروا يا رجالة. واد يا حوكة نزل طعم الشربات للرجالة، وبعد ما الفيلم يخلص هرقص لكم بلوش للصاب. اهو الفيلم بدا اهو. ايوه، ذكريات الزمن السحيق. حلاوة. حديثنا لن يكون عن راقصات الزمن الجميل أو فاتنات الزمن الحالي، بس سنلقي الضوء على ما اختبأ بين جنابات حواري وأزقة القاهرة من نساء يائسات. حلمنا بالشهرة وجمع المال لسنوات عجاف من التخبط والانحلال، حتى انتهى بهن الأمر إلى ما يسميه متعاهد الحفلات والأفراح، راقصات الدرجة الثالثة. علمنا أنها كانت تعيش سنوات على مساعدات جيرانها، والبعض أسرى إلينا بأنها كانت يا شيخ اكتب يا نظير وجبة غداء لها أو حتى سنوات. روحتي روحتي نبيل. بوخاريست ماله؟ مش فاهمه. سالتك انت عايزه منه ايه؟ ليه مش عايزه تجاوبيني؟ ما بجاوبش غير على الاسئله اللي ليها معنى، وسؤالك مش شايفه له اي معنى.
ولا قادرة أفهم أنت عايزة توصلي ليه. أنا عايزة أفهم إيه اللي في دماغك من ناحيته عشان أرتاح. واو ترتاحي؟ إيه ده؟ أنت بتحبيه؟ بحب. فيها ايه محبه؟ ما فيهاش. بس ده مش كلامك، كنت دايما بتقولي الحب ضعف، الحب استغلال طرف للتاني، بلا بلا بلا. مش ده كان كلامك ولا انت نسيتي؟ لا ما نسيتش. مش مهم انا كنت بقول ايه، يمكن ما كنتش لاقي حد غير رأيي عشانه. ولقيتيه في بوخاريست مش كده؟ انتي جايالي ليه؟ عشان ما عندكيش ثقة في حبه ليكي، وما عندكيش ثقة في نفسك، وخايفة، وإحساسك بالخوف ده أنا مش مسؤولة عنه، ومش هقدر أطمنك من ناحيتي. يعني انت ممكن تاخديه مني؟ لو عجبني هاخده منك ومن الدنيا كلها، ومحدش هيقدر يمنعني، وانت عارفه كده كويس. هقولك على حاجه علشان تريحي نفسك بيها. استني لما اشوف انا عايزه ايه. Yeah.
وسعاد.